مساكم الله بالخير، يا اهلا وسهلا، حياكم الله. ببالغ الاسى وصلنا خبر وفاة والدة اخونا مبارك المعشني. مساكم الله بالخير، اهلا وسهلا. السنابات اللي طافت اعتذر كانت من دون صوت، بس اتوقع اول سنابتين كان فيهم صوت. كنت اتكلم في مساكم الله بالخير، اهلا وسهلا. السنابات اللي طافت اعتذر كانت من دون صوت، بس اتوقع اول سنابتين كان فيهم صوت. كنت اتكلم في وفاة والدة اخونا مبارك المعشني، الله يغفر لها ويرحمها ان شاء الله، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم اهلها وذويها الصبر والسلوان، والله يربط على قلوب ابنائها، ويربط على قلب اخونا مبارك واخوانه واخواته. نسأل الله العلي القدير ان يجعلها اخر الاحزان. الدفان اليوم يكون بعد صلاة العشاء إن شاء الله، إذا تسنت الظروف. للأسف الشديد آخر رحلة للطيران العماني أقلعت، فما في رحلات إلا بكرة، فالدفان اليوم إن شاء الله بعد صلاة العشاء، والعزاء راح يكون خلال الأيام الثلاثة القادمة في ولاية طاقة. مرة أخرى خالص العزاء والمواساة لأخونا مبارك وأخوانه في وفاة والدتهم. تحياتي لكم.